لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش ده. اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي. واسمح لي يا فندم ان انا اتكلم، يعني عمره ما ذكر ده في اي لقاء تلفزيوني او كده، وده امر انا مش هقول هقدره ان انا رفضه، لا هقدره من رجل يعني هتكلم على ان احنا دايما بنقول في الجيش الوحده قائد. لو القائد اللي جاي يدير الوحده قائد عظيم، الوحده بتبقى عظيمه، والعكس صحيح. فكنت انا في الوقت ده ملازم اول يعني، وقالوا ان المقدم سمير فرج جاي من كليه القاده والاركان، وده المقدم اسمح لي ان انا اتكلم بالطريقه ديت، جاي عشان يمسك الكتيبه هنا. وكان في الوقت ده السمعه الطيبه والقدره العلميه معروفه جدا جدا، وكان ساعتها طبعا كان راجع من كليه القاده والاركان في بريطانيا. وانا لما رحت بريطانيا نفس الدوره ديت كانت اكتر حاجه مشهوره بيها الكليه هي المناظره اللي تمت ما بين الدكتور او اللي هو دكتور سمير فرج وبين شارون بعد حرب 73. فانا دي السمعه اللي كانت جايه للمقدم سمير. طب انا اتعلمت ايه منه؟ انا اتعلمت منه حل المشاكل. في كل واحده بيبقى فيها مشاكل، ففوجئت. اولا هو خدني ضابط استطلاع وامن الكتيبه بعد ما وصل يمكن باسبوع ولا 10 ايام، فوجئت ان كل المشاكل اللي موجوده في الكتيبه وفي كتائب اخرى في الجيش في الوقت دوت هو ليه طريقه في ايجاد حلول لها. فتعلمت ان مفيش مشكله ملاش حل، بهدوء ويسر وفكر. فتعلمت منه ده. وبعدين كان لي حظ ان انا خدمت مع سيادته برضو، هو رئيس اركان الفرقه 33 وقائد الفرقه 33. فانا بوجه لك كل التحيه يا فندم وكل التقدير يا فندم والاحترام يا فندم. ما كانش ممكن ان انا اعدي، ما جاتش فرصه قبل كده ان انا اشوف سيادتك في مناسبه زي دي عشان اذكر ده. فاتفضل يا فندم.